تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وباهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن الوثبة 2015 الذي يستمر حتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 12,000 مطية من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. يتم التنافس فيها على جوائز تبلغ 349 سيارة وجوائز نقدية قيمة على مدار 360 شوطاً لمعانقة الناموس في 34 رمزة. وكل هذه الأرقام تجعل من ختام الوثبة المهرجان الأهم والأكبر في المنطقة من حيث عدد المطايا المشاركة أو الجوائز التي رصدتها اللجنة المنظمة برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن. كما أولت اللجنة المنظمة اهتماما خاصا بسن الحقائق ورصدت لها 80 شوطا في اليومين الأولين من المهرجان الكبير. يا خطير يا حمر يا عبر اللي مره خطر لا مستحيل مع شعار الرئاسة الفوز ما هو بالسهالة بالتعب. وخصصت اللجنة المنظمة 44 سيارة فاخرة في يومي الختام يتنافس عليها هجن أصحاب السمو والشيوخ والجماعة، كما أعلنت عن تخصيص 80 شوطا لفئة الحقائق التي تركض على يومين. وكانت هجن الرئاسة قد نجحت في تحقيق 151 رمزاً بمختلف الميادين الخليجية، كان أولها فوز ضرغام، فيما حققت نهب إنجازات لافتة لهجن القبيلة الحمراء، وتسعى الرئاسة لمواصلة تألقها في أغلى المهرجانات بالوثبة.